احتمال اشتغل على قاعدة العجلات. ثبت قواعد الكفرات، صارت تثبت كثير، فبفك الكفرات وبحاول اسحبه واقدمه واشوف كيف كويس القاعدة او لا. جربت القاعدة، طبعا ثابتة مرة كويسة جدا. خلصت تثبيت القاعدة كاملة وخلصت العربية، الحين بقدم القارب وراح اطلع العربية برا عشان ادخل القارب واسير احط العربية قدام عشان ارفعه فوق العربية، رجع فوق العربية. طبعا الحمد لله، الشيء المهم اللي كنت ابغاه اللي هو اني اقدر ارفع القارب الحالي وانزل الحالي، واقدر ادفه على الشاطئ بالكفرات كلها. الحمد لله ضبطت معي، رفعت الحالي من غير اي مشاكل من غير اي تعب، وكان جدا سهل اني اشتغل عليه الحالي واني اقدر ان شاء الله اتعامل مع القارب كامل لحالي من غير اي مساعدة من شخص ثاني. فان شاء الله المرات الجاية راح ابدأ اثبت الماكينة، اثبت قواعد السنارات، واثبت المظلة. نكون كذا انتهينا من القارب، شغل القارب يبقى لنا قرص السيارة ونكون جاهزين. راح ابدأ بفك المحرك واطلع من الكرتون، لازم احط له زيت اللي هو المروحة، ولازم له خلطة خاصة في البنزين، لكن ما راح احط اي خلطة حاليا، راح بس احط الزيوت واطلع من الكرتون واثبته على القارب، لان هذه الخلطة لو خلطتها لها مادة معينة خلاص تخرب، فما ادري انا متى اطلع، فافضل اني اخلطها وقت ما ابغى اطلع، فما راح اشغلها حاليا.
الى اني اتاكد اني طالع المكان فيه مويه، لان المحرك التبريد حقه لازم يكون فيه مويه، لان التبريد حقه داخلي فياخذ المويه من المكان اللي موجود فيه ويبرد المحرك ويرجع للمكان مره ثانيه، فلازم يكون داخل مويه، يعني ما يمديني اشغله وخليه شغال على المحرك في الهواء من غير مويه. قبل ما انقلها لاحظت انها مكسورة، طبعا ما اتوقع انها كسر مرة كبير، لكنه انا شايل مكينة جديدة، يعني دام انه فيها كسر راح اتواصل مع الشركة يبدلونها لي، صح انهم بيطولون لكن الله يعين. راح ابدأ بتركيب قواعد السنارات على اطراف القارب، وراح اركب المظلة. المظلة القواعد حقتها ركبتها من اول، فبس بثبتها فوق القارب عشان اعرف الاماكن المناسبة اللي اثبت فيها القواعد. ركبت القواعد على القارب، طبعا الحلو في القواعد ان الزاوية حقتها تتغير برضو الميناء حقها، والحلو بعد القاعدة كلها تطلع برا، لما تدخلها وتلفها خلاص تصير ما تطلع من مكانها، فتثبتها على الزاوية اللي تبغاها، تشد قاعدة تحط فيها السنارة، وهذه من السنارات الصغيرة عندي. حلو انه حتى لها مكان البكر حقت السنارة عشان ما تلف تمسك كويس، فراح يكون شكل السنارة زي كذا معلق في القارب. الحلو انه على طول طلعها وثبتها في القاعدة بسهولة. راح اكمل الحين الجهتين الثانية. Thank you.
ركبت الأربع قواعد، ركبت المظلة. طبعا المظلة تتقفل وهي على القارب، ولازم أشيلها كل مرة. بس أشيل هذا الحبل، أشير، ترجع على وراء، وأقدر على طول أرفعها. رجع بس ثبت الحبل هنا.